مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج منطقه محظوره، موعد جديد كيجمعنا هذا المساء لمواكبه ابرز مستجدات والتغييرات التي حلت على المجتمع المغربي بعد ان ضربت جائحه كورونا الكره الارضيه واصبح اثرها حديث الكل. وفي ظل أزمة كورونا التي ضربت جميع القطاعات، نعيش مؤخرا صراعا بين قطاعات متعددة يشهدها العالم بسبب علاج الهيدروكسيكلوروكين وسباق لقاح كورونا. وفي المغرب أيضا نشهد صراعا أو نموذج صراع مصغر نشب خلال أيام بعد بين الأطباء والصيادلات المغرب بسبب اقتراح برلماني من حزب الاستقلال قبل أيام نموذج قانون يبيح للصيادلة تغيير الدواء الذي يصفه الأطباء بدواء آخر جنيس يكون أقل ثمنا من الدواء الأصلي. هذا المقترح فتح الباب للنقاش حاد بين القطاعين وبقي المستهلك أو المواطن خارج الدائرة. ولنجيب عن تساؤلات كثيرة في هذا الموضوع ينضم إلينا من واد أمليل الدكتور أمين صالح، عضو المجلس الجهوي لصيادلة الشمال ورئيس نقابة صيادلة بشوية واد أمليل. ومن العرائش ينضم إلينا الدكتور حمدي الطيب، رئيس نقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص. إذن أبدأ معك السيد أمين الصالح، أهلا بك أولا في تيليماغوك. قبل أيام اقترحت هيئة صيادلة بالمغرب يعني مشروع قانون جديد أثار جدلا كبيرا وسط نقابات الأطباء، ما سبب هذا الجدل وما هو هذا مشروع القانون بالضبط؟ التعديل اللي طلبوا الفريق الاستقلالي في مشروع القانون فصل 29 من مدونة الدواء 1704 كما اقترحه الفريق الاستقلالي في جوج ديال النقط، هو استبدال الدواء بدواء جانيس من ما يكونش عند الشركات الموزعة، ويشترط أن يكون بثمانين أرخص من هذاك الدواء. إذن هذا هو التعديل اللي وقع. بالنسبة لنا القناعة ديالنا داخل الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب أنه نحن لا نتكلم من عندما يثار هذا الموضوع، لا نتكلم عن تغيير الدواء. لماذا هذا الجدل دكتور؟ هذا الجدل ربما الاخوه الاطباء القراءه ديالهم في واحد الجانب انه اعتبرته تطاولا على 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 لو بروتوكول ثيرابوتيك ديالهم. حنا كناكدوا باللي لو بروتوكول ثيرابوتيك اللي هو واحد النتاج ديال واحد المجهود اكاديمي وعلمي لا يناقش. حنا كنصروا على انه اصلا في القوانين المنظمه للمهنه بدايه من الظاهر ديال 1922 الذي تم تحيينه عبر فترات متعدده، لا يوجد ما يمنع، ليس استبدال الدواء، استبدال الاسم التجاري للدواء. لأننا عندما نتكلم عن الدواء نتكلم دائما حتى في القوانين المنظمة للمهنة على سبستونس أكتيف، دونك حنا لا نتكلم عن تغيير الدواء. ربما ترتي نقطة مهمة، نبغيك توضح لنا شنو هو الفرق بين الأدوية الجنيسة والأدوية الأصلية، واش هو غير فقط تغيير لإسم تجاري أم حتى المكونات ديال الأدوية كتغيير؟ بخلاصة الأدوية في التطور الصناعة الدوائية من كي تصنع شي دواء وكيتعطالو لا ام ام وكيخرج للسوق، إما السوق المغربية ولا على السوق الدولية، كيكون ان برانسيبس وعندو ان بروفي. هذاك البروفي هو مكافأة لهذاك البحث العلمي والميزانية ديال البحث العلمي، وبالتالي تكون تكلفة البرانسيبس يعني عقلانيا هذه تكون كبيره، لحقاش خاصنا واحد لا كومبونساسيون لهذوك لا ريشيرش سيونتيفيك. مين كيفوت هذيك المده ديال انه هذاك البروفي يطيح، سي نورمال القيمه ديال الدواء كتنقص. من تما جات ودابا الاتجاه العالمي هو تشجيع الادويه الجانسه، لانه تشجيع الادويه الجانسه اون ميم طون كنحاولوا نشجعوا الصناعات الدوائيه المحليه التي هي فخر للمغاربه، اون ميم طون كنحاولوا نقصوا المصاريف ديال لي كيس، و اون ميم طون اون بو جيري هاد العدد الكبير اللي نعم. دكتور صالح، لماذا تم اقتراح هذا مشروع القانون في نظرك؟ الاقتراح كما قلت واعيد ليس من اقتراح الهيئات، هو اجتهاد ديال الفريق البرلماني. لماذا تم اقتراحه؟ احنا بحال القناعه اللي قلت لك عندنا حنايا، لا احنا كنامنوا باللي لا يوجد قانونيا ما يمنع اننا نغيروا مشي الدواء الاسم التجاري للدواء. لماذا اقترحتم انكم مثلا الصيادله يكون عندهم مثلا الحق انكم تقدروا مثلا تبدلوا الادويه لماذا؟ اذا كان مثلا الادويه مثلا الاصليه في حال الادويه الجانسه، علاش انتم غادي تبدلوا هذه الادويه؟ لانه اولا
كاين واحد العدد الكبير ديال الأدوية الجانسة، وبما أنه يتم تحرير الوصفة الطبية بالاسم التجاري، فإن هاد لو فلو اللي كاين ديال الأدوية الجانسة ما كيقدرش يكون في كاع في لو ستوك ديال لي فارماسيان. والمسألة المهمة أنه توافقا مع التوجه ديال الدولة أنها غادية في إطار تشجيع الدواء الجانس، وجميع الدول المجاورة ديالنا وعلى الصعيد العالمي هذه المسألة أصبحت ليست زعما محل صراع بين الأطباء والصيادلة. ربما نحتاج إلى دوريات وزارية لتقنين وتوضيح الأمر، ولكن حنا كنأكدوا حنا لا نغير الدواء، البروتوكول ثيرابيوتيك كنحترموه. حنا هنا النقاش واللي بعض الأحيان كان متشنج، ولكن حنا كنصر على العلاقة الأخوية مع الإخوة الأطباء ونعتبرهم شركاء في المنظومة الصحية. واخا غادي نسولوا الأطباء علاش هذا الرفض ديال هذا مقترح القانون. أنتقل إليك دكتور حمدي، أهلا بك في تيليماروك مرة أخرى. بصفتك رئيس نقابة الأطباء في المغرب، لماذا ترفضون هذا القانون، وهل لك تعقيب على تدخل الدكتور صالح؟ مرحبا. باش نوضحوا الحاجه الاولى، وانه مثلا احنا اعتبرنا بانه هاد الظرفيه ديال كورونا ربما كان خص ظرفيه اخرى نتناقشوا فيها في الموضوع ديال الحق ديال الاستبدال، ماشي هي الظرفيه الملائمه، لان احنا مركزين الجهود ديالنا اليوم على الجائحه والمحاربه ديال الجائحه. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه، هو طبعا احنا اي مبادره في البرلمان من طرف الحكومه في الاتجاه ديال الصحه احنا كنرحبوا بها كجزء من المناقشة ديالنا. الأطباء ماشي ضد الحق ديال الاستبدال بشكل مطلق، لأن كنعطيك الرأي ديالي، وحنا عندنا نقاش داخل النقابة اللي من بعد هاد الفترة ديال كورونا غادي نفتحوا نقاش عام. حنا ماشي ضد حق الاستبدال. حنا شنو هو الحق الاستبدال؟ حق الاستبدال هو أنه الطبيب كيكتب للمريض ديالو واحد الوصفة الأدوية كيكتبها، المريض كيمشي للصيدلية، في الصيدلية كيمكن يلقاو مثلا واحد الدواء ما كاينش، لانه كاين الدواء الاصلي وكاين الادويه الجانسه. كيمكن الصيدلي في الدول اللي كتستعتمد على الحق ديال الاستبدال اللي هو دو سوبستيتيسيون، الصيدلي لو فارماسي عنده الحق يبدل هذاك الدواء الاصلي او حتى الدواء الجانس الا ما كانش عنده هو نيت كيبدلو بواحد اخر. هذه في الدول اللي عندها الحق ديال الاستبدال. المغرب هذا الحق ديال الاستبدال باقي ما كاينش، باقي ما كاينش، لان الشروط ديالو وديال يعني باش يكون في المنظومه الصحيه مازال ما متوفراش. ولهذا حنا كنقولوا خاص يكون واحد الحديث ما بين الاطباء والصيادله ووزاره الصحه وكذلك المقررين السياسيين باش نشوفوا مصلحه المنظومه الصحيه ديالنا. حنا كاطباء طبعا ملي كان الا كان الدواء الجانس الا كان غادي يوفر الشرط ديال الفعاليه بحال الشرط ديال السلامه بحال ديال التكلفه ماشي اكثر من داكشي اللي كتب الطبيب ما عنده حتى شي اعتراض باش الصيدلي يمارس حق ديال الاستبدال. ولكن مش هاد الشروط اليوم متوفره في المغرب، او مازال خصنا نشتغلوا جميع كشركاء وكفرقاء ديال المنظومه الصحيه باش نوفروها باش يكون الدواء عنده نفس الفعاليه. لي جينيريك في الديفينيسيون ديالهم في التعريف ديالهم هو واحد الدواء اللي فيه النفس داك لا موليكول اللي كاينه في الدواء الاصلي، وكيكون حائز على واحد عنده لا بيو ايكيفالونس. دارت واحد التجربه وكتاكد هذيك الدراسه بانه هذوك الدواء بحال في المغرب ماشي جميع الادويه عندهم لا بيو ايكيفالونس. ما نساوش بانه حتى 2019 السنه اللي فاتت عاد خرج قانون اللي كيلزم اي دواء في المغرب خصو تكون عنده لا بيو ايكيفالونس، والادويه اللي كانت كاينه موجوده مازال عندها يعني عند الحق حتى من دابا واحد 5 سنين، لان كل 5 سنين كيبدلوا الدوسي ديالهم. كاين الادويه حتى من دابا 5 سنين عاد غادي تولي عندها لا بيو ايكيفالونس. اذا الاولى اذا لحد الساعه ماشي جميع الادويه الجانسه عندها بيو ايكيفالونس، ومن حتى ما عندهاش لا بيو ايكيفالونس لا الطبيب ولا الصيدلي ولا المريض كلهم عندهم الحق يكون عندهم تخوف بانه الفعاليه ماشي بحال. الشرط الثاني ديال بالنسبه للطبيب هو ديال درجة ديال السلامة في الدواء اللي كتب مع درجة السلامة ديال الدواء اللي غيتبدل به واش بحال. خصنا نعرفوا بأنه الأدوية الجينيريك اللي كاينين هما بحال في الموليكيول اللي فوسط فيهم، ولكن كاين بعض الأدوية اللي كاين فيهم واحد المواد اللي كتكون مضافة معاهم كيتسموا دي زيكسيبيون افينوطواغ اللي كيمكن يكون عندهم واحد الحساسية أو تهيج عند المريض. إذا خص
الادويه اللي غيتبدل بها خصها تكون مطابقه نفس الدواء اللي كتب الطبيب. الحاجه الثانيه كذلك من ناحيه ديال السلامه ديال 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 المرضى، من ناحيه ديال السلامه ديال المرضى من كاين ادويه اللي عندها الهامش ديال الفعاليه ديالها قريب. مثلا كاين بعض الادويه اللي مثلا كتكون زايده، حنا عارفوا انهم اللي كدير لابيكيفالونس ملي كنقول واحد الدواء جنيس كيكونوا من ناحيه الفعاليه بحال بحال، ولكن من ناحيه ديال لابيديسبونيبيليتي ديالهم في الجسم لا كونسونتراسيون ديالهم في الجسم كيكون مختلفه واحد شويه، وهذه مقبوله طبيا. ولكن هذا الاختلاف هذا بعض الحالات بعض الادويه مثلا الادويه ديال القلب اللي ديال الضربات ديال القلب لي زونتي ايبيليبتيك ديال داء الصرع، بعض الادويه ديال السكري، هناك واحد كثير من الادويه اللي ما يمكنش يوقع فيها اختلاف. كيتسمى عند ايماج ثيرابوتيك واحد الهامش ديال العلاج عندها بسيط، الى كانت مرتفعه غير شويه اكثر كيمكن تؤدي الى تسمم، والا كانت منخفضه اقل غير شويه ما كتاديش العلاج. هذه الادويه هذه الطبيب عنده الحق، خصو عنده الحق يكتب على ان هذا الدواء هذا ما خصوش يتبدل، سواء اصلي بالجنس او الجنس بالاصلي، ماشي فقط الادويه الجنسه اللي كطرح اشكال. فاذا السلامه ديال المريض ماشي دائما كتوفر. ثلاثه كاين مثلا بعض الادويه وهذه في العالم كامل، مثلا كاين ادويه الاطفال اللي عندهم قبل 6 سنوات ما يكفيش انه يكون دواء بحاله ونعطيوه، خاص يكون دواء بحاله وكيوافق السن ديال الطفل من حيث الطريقه ديال الاخذ ديالو. هذا هذه في الدول كلها اللي كتعتمد على الجنس. نزيدوا حاجه اخرى في المغرب، الحاجه اخرى في المغرب هو بعض الادويه من الناس مثلا دول الناس اللي عندها امراض مزمنه، عندها طونسيون وعندها السكر، كتاخذ هذا الدواء بهذه العلبه. كاين الناس ما قاريينش، الناس ما قاريينش بزاف، ما كيعرفش يقراو السميه ديال الدواء. المشكل ديالهم شنو هو؟ يمكن تعطيه هذا الشهر تعطيه الدواء ديال الطونسيون بهذا اللون وهذه العلبه، شهر اخر بعلبه واحده اخرى، كيتلف عليهم، غادي يخلطهم، يولي ياخذ من دوبل او يخلط دواء الطونسيون مع ديال السكر. اذا الطبيب دائما، وهذا هو الشرط الثالث اللي كيطرحوه يعني في الدول الاخرى كلها، ملي كيكون الحق للاستبدال ديال الادويه عند الصيدلي كيبقى الحق ديال رفض الاستبدال ديال الادويه عند الطبيب. يعني اي طبيب واخا غادي ننتقل عند الحق يقول هذا ما يتبدلش، واخا غننتقلوا عند الدكتور صالح الحق غننتقلوا عند الدكتور غننتقلوا عند الدكتور صالح باش يعقب على تدخلك دكتور طيب. احيي الاخ الدكتور حمدي على هذا الروح التشاركيه والاخويه ديالو، واللي انه ما كيرفضش جمله وتفصيلا حق الاستبدال، لحقاش الممارسه ديال حق الاستبدال اصبحت مساله عاديه في جميع الدول من اجل صحه المواطن، من اجل تخفيف عن الاعباء الماديه للصناديق، ومن اجل لا جيستيون ديال لو ستوك، لان الصناعه الدوائيه في تطور مستمر ولو نومبغ ديال لي جينيريك غير محدود. بالنسبه للظرفيه الغير ملائمه كما قلنا كانت اكراهات بالنسبه لكوفيد ربما دفعت الفريق الاستقلالي الى التنبه لها وحاول يدير هذا الاجتهاد. بالنسبه للمساله ديال ضروره توفر فضاء صحي وباشراك الجميع، حنايا مع هذه المساله ومع هذه المبادره، والمبادره من هذه تكون من طرف الجميع ويقرها الجانب التشريعي والقانوني فانها تكون ملزمه للجميع. والنقاش لابد ان يكون نقاشا علميا يستحضر مصلحه المواطن قبل كل شيء. نحن لا نتكلم عن تغيير الدواء، لو بروتوكول ثيرابوتيك نتاج علمي اكاديمي والصفه الطبيه تجسد وترسخ هذا المجهود ديال الاطباء اللي كتضمنوا لهم المكانه العلميه. نحن ما كنهضروش على هذه، حنا كنهضروا على تغيير الاسم التجاري كما قال الدكتور حمضي. المساله يجب ان تكون بعنايه وانها تستحضر الجانب الصحي، يعني بحال اللي قلنا لو ميديكامون فيه لا سوبسونس اكتيف فيه لي زيكسيبيون، هذوك لي زيكسيبيون افي نوتوار فيه كنعرفوهم، فيهم عدد كبير لاسيد بوغيك الساكاروز، كيقدروا ياثروا على بيو ديسبونيبيليتي على لابسوربسيون على الاخر، كيكونوا يقدروا يكونوا مال طوليغي بالنسبه لكيلكو سوجي. دونك هذه الدوله خاصها تحمل المسؤوليه ديالها، وبالموازاه مع الاقرار ديال الحق ديال الاستبدال اننا نخرجوا برزامه قانونيه ديال لي برودوي جينيريك، لا ليست ديال لي زيكسيبيون، لي برودوي جينيريك مع لي زيكسيبيون، باش يمكننا نطبقوا هذا الحق بدون تاثير على صحه المواطن. هذه بالنسبه للمساله ديال لي زيكسيبيون. بالنسبه لي باثولوجي اللي عند لي باثولوجي والناس اللي عندهم دي مالادي كرونيك والناس اللي عندهم دي باثولوجي
يعني تخيزت خوات لي أنه صعيب أننا نغامروا بحكم أن الطبيب متابع لتخيطمو. هذيك حنا مع الإخوة الأطباء تكون احتياطات ديرو دي غارد فو وتكون احتياطات باش 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 حق الاستبدال لا يؤثر على المردود ديال الوصفه الطبيه. بالنسبه للمساله احنا نعالج المساله في شموليتها، هذا الاعتبار للعمل الصيدلاني. التكوين ديال الصيدلاني راه اكبر من انه يعطي الدواء ويقول لعباد الله شرب مور الفطور مور الغداء مور العشاء. التكوين الاكاديمي ديالو والتواجد ديالو داخل المنظومه الصحيه وكيعتبر ركيزه ديال الامن الدوائي في البلاد كيجعلنا نتجاوزوا هذه المسائل. والامتيازات والصلاحيات المعطيه الصيادله في المغرب في جميع بلدان العالم البلدان المتطوره اللي كنقتبسوا منها القوانين والمشاريع ديالنا تتجاوز هذه المساله. واخا دكتور شرتي واحد النقطه مهمه هو ان الصلاحيات الصيدلاني كتجاوز انه فقط تعطي غير يعني فوقاش مثلا المريض فوقاش خصو يشرب الدواء، ولكن احنا كمغاربه وكان الجميع كيعرف ان الاغلبيه ديال الصيادله ما كيكونوش حاضرين في الصيدليات ديالهم وكيكونوا غير مساعدين. الا مثلا الا طبق هذا القانون، واش هاد مثلا هاد المستخدمين او المساعدين ديال الصيادله غيكون عندهم الاهليه انهم يبدلوا الدواء ويعرفوا مثلا ان هاد الباثولوجي هذه راه ما خاصش مثلا الدواء يتبدل ليها، خصوصا ان اغلب المستخدمين كيكون عندهم غير الباك ولا يعني ما خاضعينش للتكوين. تفضل يا دكتور. شكرا الاخت هدى اللي شرتي لهذه المساله. بالنسبه للحضور ديال الصيدلاني ودائما يثار هذا الامر، حنايا هناك استثناءات قليله لا يجب ان تعمم، وكل الهيئات التمثيليه مطالبه بتخليق الممارسه المهنيه ديالها. كاين بعض استثناءات وهذا الظاهر. انا بصفتي عضو في المجلس الجهوي لصيادله الشمال وكان اونتيان دي سيسيون ديسيبلينير، هاد الظاهره بدات تنخفض. ولو وقعت شي استثناء هناك مسائل قانونيه يجب اتباعها. كاين المديريه ديال الادويه والصيدله هي التي تتحمل المسؤوليه في هذه المساله. اذا هذه المساله حنايا الصيدلي بالنسبه لنا يجب ان يكون حاضرا في صيدلياته، واغلبيه صيادله المغرب حاضرون في صيدلياتهم، وبعض الصيادله يضطرون الى الاقامه واحد القرى نائيه باش ياسوريو لو سيرفيس ديالهم اللي هو واجب وطني وواجب اخلاقي ونداء للوطن. كيكونوا في شي مناطق نائيه اللي ما كاينش فيها شي ركيزه ديال المنظومه الصحيه. بالنسبه للمساعدين الصيادله الذين نفتخر بهم، العدد ديالهم كيبلغ قريب 40,000 في المغرب، كنفتخروا بان الاغلبيه ديالهم تكونوا في الصيدليات، يعني الصيادله هما اللي كونوهم، وهذا كيضمن واحد الاهليه وواحد المصداقيه. ولكننا نصر على إلزامية التكوين المستمر لكل الشركاء في المنظمة الصحية. التكوين المستمر يجب أن يكون إلزاميا، ويجب إخراج إطار لمساعدي الصيادلة. إما يكون التكوين المستمر كما أنه يجب أن يكون ملزما للصيادلة ومساعديهم وللأطباء ومساعديهم جميع المنظمة الصحية. يعني التكوين المستمر أصبح ركيزة، وهذه الجائحة العالمية تثبت هذا الامر وتثبت ضروره الرقي لكل الشركاء. دكتور صالح، هناك من يتهم الصيادله بانهم يترفعون من اجل هذا القانون لمصالح اقتصاديه ربحيه لا علاقه لها بصحه المريض او بصحه المواطن، ما تعقبك على هذه الاتهامات؟ يعني اللي هذه يوجه لنا هذه الاتهامات، ولا اعتقد ان الاخوه الاطباء يوجهون لنا هذه الاتهامات. كما قال الدكتور هناك واحد الاستثناءات، ولكن الاغلبيه اللي كيتهمنا بهذا الشيء يعني انه يتهم ضمنيا الاطباء، لحقاش الاطباء كيكتب بالاسم التجاري، حتى الاطباء من كيكتب الوصفه يحيل الطبيب، يعني بين قوسين لا نحاكم النيات. احنا عندنا ثقه في الاطباء ديالنا والصيادله ديالنا، ولكن الوصفه الطبيه تحيل الى نوع تجاري. يعني اللي كيتهمنا احنا بهذا الشيء راه كيتهم ضمنيا الاطباء. الاطباء احنا منزهون عن هذا الامر، والصيادله كما شرحت لك الاخت لو كنا نفكروا في الجانب المادي أنا احنا ما نشجعوش الدواء الجانس، ولكن الواقع والنقاش يجب ان يكون علميا كما قال الدكتور. انا كنحيي على هذه الهضره، وان يستطير صحه المواطن. ندوز عند الدكتور طيب حمضي، ما رايك في تعليق او مداخله الدكتور صالح؟ واش كتشوف ان ما غاديش يكون هناك مضاعفات مثلا على صحه المواطن في حاله تمت المصادقه على هذا القانون؟ احنا ما يمكنش نوضو نديرو اجراء
وعاد نقلبوا له على المشاكل اللي غيديرها ونحلوها. لا احنا ما كيداش الاجراء، خصنا نعرفوا بان هذا مقترح كان، هذا واحد مقترح قانون طرف فريق في البرلمان، طبعا عند واحد المسطره طويله اللي خصو يمشي فيها، وخصو نقاش، وهذا النقاش هو نقاش مجتمعي، ماشي ديال الاطباء بوحدهم، ماشي ديال الصيادله بوحدهم، وماشي غير ديال الاطباء مع الصيادله، احنا نتفاهموا بيناتنا والقضيه دازت. لا هذا مقترح كيهم المجتمع المغربي، كيهم المريض المغربي، المواطن المغربي، هذه الاولى. ثانيا حنا باش ما يبانش بلي كاين واحد الصراع، حنا بالعكس، مثلا حنا واش هاد السنوات كلها اللي حنا خدامين بلا هذا القانون، بلا دروات سبستيتيسيون اللي باقي ما توفرت الشروط ديالو، واش لقينا الشارع العام مظهر بالمواطنين دوا ما وصلهمش؟ حنا كنتعاونوا مع الاخوان ديالنا الصيادله ليل نهار، كيمشي عندهم المريض هاد الدواء ما لقاش، كيعيط للفارماسيا للطبيب كيسولو هاد الدواء ما كاينش. حنا في واحد يعني واحد التعاون تام، بل اكثر من هذا، ان احنا حتى ملي جات كورونا واخا ما كاينش الحق ديال الاستبدال، كان واحد التفاهم بيناتنا باش حتى المرضى اللي ما غيجيش العياده كنعيطوا في التليفون للفارماسيا وكنسهلوا الماموري على المريض المغربي. واليوم كذلك ملي لاحظنا بانه والمرضى المزمنين ما بقاوش كيجيو وكيمشيو لفارماسي ديريكتومون او ما كيمشيوش لفارماسي حتى هي بروسها لان الخوف من المرض، تكلمنا ووجهنا نداء حتى للاخوان ديالنا الصيادله باش يساعدونا، والكثير منهم قايم بهذا الواجب، كيفاش يقنعوا المرضى بانهم خصهم يمشيو للطبيب ديالهم ويشوفوهم ويجدوا المواصفات ديالهم من بعد الفحص ديالهم الحضوري. اذا حنا يعني هذا التعاون هو كاين. دابا المشكل فينا هو المشكل اللي كاين هو هذا الحق الاستبدال، شنو هي الشروط ديالو باش يتطبق في البلاد ديالنا؟ الا كانت الشروط ديالو متوفره على الراس والعين، راه انا ملي كنكتب واش كنتذكر كذلك على انه فحنا كاين دول اللي الطبيب ما كيكتبش اصلا الاسم التجاري ديال الدواء، يكتب غير لا موليكول، والفارماسيان كيعني هذه دول عندها نظام ديالها. كاين دول اللي بيناتها المغرب، فرنسا، دول اخرى، الطبيب كيكتب السميه الاسم التجاري ديال الدواء، وفي فرنسا مثلا الفارماسيان عنده الحق يبدل الشروط اللي تكلمنا عليها. فاذا حنا في حق الاستبدال ديال الطبيب، الا كان نجلسوا ونذاكروا بشكل علمي شنو هو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا حنا بالنسبه للطبيب، خصنا هذه نقولوها مباشره، حنا كنقابات وكاطباء وحتى الاخوان الصيادله ضد اي شي علاقه ما بين المختبرات والاطباء فيها امتيازات وفيها هدايا وفيها تشجيعات باش الطبيب او الصيدلي يكتب او يخرج. هذه نقطة مهمة دكتور، لأن هناك أيضا اتهامات الأطباء بالتحالف مع مندوبي الأدوية والمختبرات والتعاقد معهم للاستفادة من ميزات خاصة لها علاقة مؤتمرات علمية وطبية. أنا ذكرتها، أنا كنقولها، نحن ضد، كنقولوا خص المشرع المغربي، خص البرلمان المغربي يصادق على قوانين وراكت مطروحة في المناقشه، يصادق على قوانين اللي كيمنع على المختبرات بشكل مطلق انها تقدم هدايا او اشياء للاطباء ولا للصيادله اللي خارج اطار المهنه ديالهم، واللي من الشان ديالها التاثير على القرار ديال الطبيب، يولي الطبيب مثلا يكتب هذا الدواء واخا غالي ماشي واحد اخر غير فقط لان حيت لابوراتوار كيتعامل معاه، او للصيدلي خرج هذا الدواء للمرضى ديالو. خصنا ما ننساوش واحد الحاجه، باللي راه 80% الادويه كيخرجوا في الصيدليات دون وصفه، لانه كاين الناس اللي كتمشي، كاين ادويه اللي ما محتاجاش الوصفه، كاين اشياء اخرى. فاذا لا الصيدلي ولا الطبيب، دكتور على اي اساس علاقه شفافه واضحه مع المختبرات؟ دكتور حمدي، على اي اساس الطبيب كيختار مثلا دواء، مثلا هذا الدواء على دواء اخر، على اي اساس؟ بحال جميع الاطباء في العالم، الطبيب ملي كيمشي كيكتب، ملي كيشوف المريض ديالو، ملي كيدوز المرحله، وهذه نقطه مهمه اللي طرحتيها، لانه غادي تحل لنا واحد النقاش اللي كان شفته واحد شويه، على انه الطبيب ملي كيكمل الفحص كيكتب الوصفه ديالو انتهى الدور ديالو. لا، الطبيب الدور ديالو كيبقى مستمر حتى ما بعد الوصفه. علاش؟ لان احنا ملي كنكتبوا الوصفه ديالنا كنكتبوها بناء على ايش؟ كنختاروا ثلاثه شروط، الدواء يكون الاكثر فعاليه، الاقل سموميه، والاقل تكلفه. هذيك الاقل تكلفه هي الوصفه ديالنا، ملي تمشي للفارماسي كيخصنا فعلا تكون اقل تكلفه، ما يمشيش مثلا للصيدليه والوصفه القيمه ديالها الاجماليه هي 300 درهم تولي 3200 درهم مثلا، كنعطي مثال. اذا الطبيب كيختار الادويه بناء على هاد المعطيات بثلاثه، كيختار الادويه ديالو بحال جميع اطباء العالم، هادو هما
المحددات ديال الدواء. طبعا كل طبيب عنده ثقه في هذا الدواء هذا اكثر، عنده تجربه مع هذا الدواء اكثر. مثلا نعطيك مثال، انا مثلا واحد الدواء فيه 80 جانيز، واش انا غادي 80 جانيز كل ما نبقى نكتب فيهم؟ ثلاثه اربعه ديال الادويه الجانيسه، لانه كل ما بقيتي كتكتب الادويه كثيره بزاف كل ما كيوقع الهامش الخطا اما في العبار او في هذا. بالتالي كل طبيب عنده ثقه في واحد ثلاثه واربعه ديال الادويه كيكتبهم في هاد المجموعه يعني. المشكله فين هي؟ المشكله هو خص هذيك الوصفه ملي تمشي غتمشي للصيدليه، الا كان النهار اللي ولي الحق ديال الدروس سبستيتيسيون خص المريض انا كنبقى مسؤول على ديك الوصفه. لانه في الدول اللي عندها الدروس ديال سبستيتيسيون الحق ديال الاستبدال عند الصيدلي، ملي كيوقع شي مشكل المريض الا خدا الدواء واحد اخر من غير هذاك الدواء الطبيب هو اللي مسؤول عليه ماشي الصيدلي. اذا انا مسؤوليتي هي ممتده حتى داخل الصيدليه وما بعد الصيدليه. ولذلك نقطه مهمه الدكتور الحمدي، غادي ننتقل عند الدكتور صالح. في حاله مثلا الادويه كانت عندها مضاعفات على صحه المواطن، في نظرك مثلا الا كان صيدلي غادي يبدل، الا كان مثلا الا تم يعني مصادقه على هذا القانون، واش الصيدلاني هو اللي غادي يتحمل مثلا يعني المضاعفات ديال الدواء على صحه المريض؟ نعم أختي، المسألة هذا السؤال اللي طرحتيه يعني يجب تأطير هذا الحق، يجب تقنين هذا الحق. احنا عندنا المشكلة في المغرب تقادم بعض النصوص. إلى خليتيني شوية الأخت هدى، أنا من قريت الظاهر ديال 1922 اللي مازال كيأطر الوصفات الطبية، صبت في الارتيكل في الفصل 18 ديالو واحد النقاش كان سابق هذا النقاش في هذا الوقت، رحنا قريب قرن، أنه في هذه الوقيتة في الفصل 18 كان يمكن للصيدلي أن يستبدل، ولكن هذه الوقيتة بما أن الصناعة الدوائية ما كانش متطورة، كانوا الأغلبية دي بريباراسيون. المشرع في هذه الوقيتة قال للصيدلي أنه يقدر يبدل بريباراسيون ولا يقدر يرونوفلي، يعني أنه من هذا الحق يتقنن والقانون يقع تحيينه. هذه الوقيتة دي تولي المسؤول بين الطبيب والصيدلي، ولحد الان وقع المسؤوليه ديال الطبيب تمارس حتى بعد تحرير الوصفه الطبيه، ولكن الان راه الصيدلي كذلك مسؤول عن سلامه هذيك الوصفه الطبيه. راه الا غلط مثلا جرعه الادويه ديال الميديكامون نقدروا نوصلوا بسرعه سمود دو بريز، نقدروا يوقعوا شي مضاعفات. هذيك الوقت راه الصيدلي، اذا الصيدلي شريك في المسؤوليه. صحيح. مساله اخرى اختي هدى، الله يجازيك بخير، شنو قد شار لها الدكتور حمدة ثاني واحد الوقيته. تفضل. اولا بأجل الله يخليك تفضل. كنشيد انه قال الدواء موجود داخل جميع صيدليات المغرب، اشيد بهاته الشهاده والتحيات التي يقدمها صيادله المغرب. 12000 صيدلي موزعون عبر التراب الوطني وازمه ماديه خانقه، ولكن في هذه الفتره امام التضحيات التي يقدمها الشعب المغربي بجميع طبقاته نستحي أن نذكر معاناتنا، لكننا قطاع يتألم في صمت ونطالب بأن نكافئ. بالنسبة للمسألة ديال حنا بحال الإخوة الأطباء كذلك يعانون، خاصة وصلنا للمرحلة ديال لا سيكوريزاسيون ديال واضح دكتور. واضح دكتور صالح، واش مثلا في حاله الا كانت عندكم هذه الصلاحيه انكم تغيروا الادويه، واش في نظرك هاد مثلا هذه الادويه غيتم التعويض عليها في صناديق التعويض او صناديق الائتمان ولا لا؟ اصلا الان يتم تعويض في الصناديق ديال الائتمان على الجنيس الاقل ثمن، يعني دابا واخا إخوة الدكاترة الأطباء كيديروا التحرير ديال الوصفة الطبية أن برانسيبس، كيرجعوا لهم على لو موان شير. دونك هذه المسألة راه كاينة. بالنسبة لنا حنا حق الاستبدال بهذه الطرق اللي كاينة في هذا التعديل، نحن زعما لم نشرك فيها وعندنا بزاف ديال الملاحظات عليها. لا يوجد معنى لحق الاستبدال دون المسألة ديال لا ترونسفير دو مارش. التوازن المادي للصيدليات لا يستحمله الآن. يعني إلا كنت غادي نبدل ان برانسيبس دواء اصلي بدواء جانيس اقل منه ثمنا، يجب على الدوله ان تكافئني على هذه المسائل معتمده. علاش الصلاحيات مثلا في كندا في فرنسا لا ريمونيغاسيون ديال لاكت فارماسيوتيك، هذه هي الشموليه والعموميه، اعاده الاعتبار للاكت فارماسيوتيك المجهود الصيدلاني اللي كتقدر هذاك القيمه العلميه والاكاديميه. واضح. كلمه اخيره الدكتور صالح باش نختموا الحلقه. احيي اخي الدكتور حمدي من مدينه العرائش،
ونؤكد أنه لا توجد حرب مع الأطباء، وأن نقاشنا سيبقى نقاشا علميا يستحضر مصلحة المواطن ويعيد الاعتبار للمنظومة الصيدلانية. شكرا. رسالة للأطباء والصيادلة، رسالة إنسانية نبيلة مشتركة من أجل الرقي بالمنظومة الصحية ببلدنا. شكرا دكتور صالح. دكتور حمدي، كلمة أخيرة باش نختموا الحلقة. كذلك احنا كنعرفوا كذلك المشاكل ديال الصيدليه في المغرب اللي مرتبطه اولا لانه المغربي في العموم كيصرف 300 درهم في السنه ديال الدواء. كذلك باش يمكن لنا قبل الشروط باش يكون حق الاستبدال في المغرب، من الشروط راه تكلم عليها ترونسير دو مارج، خص الهامش الربح ديال الصيدلي يكون محدد في الادويه بحال بحال. الحاجه الثانيه كيخص ما يكونش المارشي ما بين لي لابوراتوار والصيدليه مباشره، لان هذا كيوقع فيه واحد التاثير وما كيخليش المنافسه ديال الادويه جريئه. كتولي لابوراتوار كيوليو يقلبوا على المارشي ديريكت مع لي فارماسي بدل ما يطيحوا الاثمنه ديالهم. ولهذا قلت في البدايه كيخصنا نجلسوا كلنا برويه وبعقل بحكم اللي معروفه في الاطباء والصيادله، ونشوفوا شنو هي الشروط اللي تضمن الصحه ديال المواطن تكون هي الاساس، تكون التوازن المالي هي المهمه. وكذلك احنا من اي حاجه اللي غادي فوق هادو جوج نفوتوهم، واي حاجه اخرى مرحبا بها. الصحه المواطن هي الاولى، والكلفه تكون هي ارخص كلفه. للاسف وقت البرنامج مازال ما سمحش لنا نطرقوا بزاف ديال النقاط، نقدروا نطرقوا مره اخرى لهذا الموضوع. شكرا للسيد امين صالح، عضو المجلس الجهوي لصيادلات الشمال ورئيس نقابه صيادله ببشويه واد امليل، وذكر كان معنا من واد امليل. وشكرا للدكتور حمدي الطيب، رئيس نقابه الاطباء في القطاع الخاص. بهذا مشاهدينا وصلنا الى ختام هذا العدد، شكرا على طيب المتابعه، نلتقي في نفس التوقيت وعلى نفس القناه تيلي ماروك. بداية أسبوع موفقة، دمتم سالمين، إلى اللقاء.